الجميع. حنا كنا كنمروا بواحد مرحله فراغ، الحمد لله حنا كنا متعطشين هذا الفوز هذا باش يخرجنا من ديك المراتب الاخيره، وحنا كيف ما قالوا اللاعبين كيف ما قال الجمهور كيف ما قال الكوميتي غادي نبداو صحه جديده مع المدرب سي احمد العجلاني. كنتمنى الله سبحانه وتعالى باش يوفقنا، لحقاش حنا عندنا فرقه ومآمنين براسنا غادي نمشيو لقدام ان شاء الله، وهذا الفوز هذا غادي يكون معنوي بالنسبه لينا حنا كلاعبين ان شاء الله. في الدوره ديال الدوره 10 مع فريق الجيش الملكي غادي نقدموا شي مقابله كبيره اللي حنا محتاجين لها بزاف، ومحتاجين ديك ثلاث نقاط اللي تخلينا نخرجوا من ديك المراتب المدوره. وانا كنوجه واحد التحيه خاصه للجماهير ديال اولمبيك خريبكه، ومن هذا المنبر كنتمنى من الله عز وجل باش ديك الناس اللي مشدودين يتم الافراج عنهم، وباش تسود واحد الروح الرياضيه في البطوله الوطنيه بصفه عامه. وانتصار ما كان سهل، الحمد لله قدمنا مقابله في المستوى واستطعنا باش نحققوا الانتصار اللي شحال هذه وحنا كنتسناو. كنبغي نشكر اللاعبين على هذه المقابله اللي قدموها، ونتمنوا الحريه للجماهير اللي معتقله ان شاء الله باش يكون الفرج عليهم ويخرجوا ان شاء الله ويرجعوا يساندونا، لان بحاجه لهم، بحاجه للجمهور ديالنا يكون بجانب ديالنا في المقابلات القادمه. الانتصار صراحه غيعطي دفعه كبيره للفريق، نتمنى ان شاء الله نزكيو هذا الانتصار في المقابله القادمه، وان شاء الله نتفائلوا خير ان شاء الله.